ماذا تقولون للشباب الذين يقدحون في الشيوخ والعلماء وطلبة العلم وذلك لاختلافهم معهم في أمور سياسية أو غيرها؟ يعني كلمة أمور سياسية؟ هي السياسة دي حرام؟ السياسة معناها حسن التدبير. لما يكون راجل معاه بيقبض 200 جنيه في الشهر ومشي بيته مظبوط، يبقى الراجل ده سياسي ولا مش سياسي؟ سياسي. لما يكون راجل عنده حمار والحمار ده بيسيسه، احنا بنسميه ايه؟ بيسيسه، فبالتالي لا بيرفص ولا يضرب بالجوز ولا يعمل اي حاجه مش لائقه، يبقى الراجل ده راجل ايه؟ سياسي. السياسه دي حسن تدبير الامر، حسن التصرف، هذه معنى السياسه. وبالتالي السياسه بهذا المعنى هي من دين الله عز وجل. الامام الذي يصلي بالناس، النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يطيل في الصلاه، يسمع بكاء الاطفال وبتاعه ما الى ذلك، يعمل ايه؟ يقصر في الصلاه. ده سياسه، لانه يراعي احوال الناس، يراعي احوال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في صلاته اذا سافر، ده سياسه. لو في هناك راجل مثلا بيشتغل امام في مسجد، والمسجد ده في محطه السكه الحديد، ويصلي المغرب، يصلي بقى بالصفات الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا بالصفات في المغرب، يطبق الحديث، الناس مش هيلحقوا القطر. ليس هذا من باب السياسه الشرعيه، ولكن المساجد التي في المواقف وما الى ذلك التخفيف فيها هو الأليق، لأنها مساجد السراع، الناس بتصلي في دماغها الموعد والبتاع وما إلى ذلك، فلابد من التخفيف. رأيت بعيني في الجماعة الشرعية في القاهرة، الناس خرجوا من الصلاة، الناس خرجوا من الصلاة، فلما يعني شفت المسألة، الناس دول عاوزين يركبوا قطر الساعة 7:30 اللي جاي المنصورة وبيصلوا العشاء، فجمعية شرعية في رمسيس كانوا خلصوا العشاء وبيصلوا القيام، كانوا في رمضان. الناس صلوا، دخلوا في الصلاة وبيظنوا ان ده صلاة العشاء، يتلاقوا الصلاة بقت طويلة قوي والركوع قريب من القيام، فوقفوا لغاية لما الراجل صلى ربع او ربع وشوية، فلما ركع طول قوي في الركوع، كلموا بعض يلا بينا نهرب، راحوا مكسكسين لورا وراحوا ماشيين. كان ده حصل بالفعل. فالمساجد التي هي في المواقف وما غير ذلك من باب السياسه التخفيف فيها، دي سياسه شرعيه ليس فيها شيء. لكن السياسه ان احنا نعمل احزاب ونعمل بقى دخل فيها النسوان وندخل فيها غير المسلمين ونقول دي ضرورات، وعدم دخولهم مفسدة، ودخولهم مفسدة، دخولهم مفسدة، ولكنهم احنا بنحوطهم اللي نستطيع ان احنا نقلل شرهم، وعدم دخولهم مفسدة، لن نستطيع ان نحكم بشرع الله. كلمة شرع الله دي اصبحت لبانة بتتمضغ، ما عادش لها طعم دلوقتي، ومع ذلك يتبجحون بذلك الأمر. مسألة الممارسات الحزبية دي ليست سياسة، ولكنها شيطنة، شيطنة ليست سياسة. لكن أنصح إخواني وتلاميذي ألا ينشغلوا بأحد. تتلاقي الإخوة قاعدين طحن، الشيخ الفلاني كان بيقول كذا وبيقول كذا، مبتدع، الشيخ الفلاني بيعمل ضال. وبعدين بقى واحد بقى عاوز يبين ان هو اشد استمساكا، شديد البدعه، يعني التاني قال مبتدع، عاوز يبين هو مستمسك بقى، فيقول ايه شديد البدعه، يجي يرد اه فلان ده ركن من اركان البدعه. يا يبقى كده نقوم ونشعر بالفعل ان احنا ما شاء الله اقمنا الدين بأن رميناهم بالبدعة ورميناهم بالضلالة. وبعدين ما تقول في الشيخ الفلاني؟
لو ما قالش انه مبتدع وضل، الاخ ده مش فاهم، الاخ ده فهمه على قده، الاخ ده يعني سبحان الله كان ملتزم وكان فاهم ايه اللي اصابه عشان ما قالش انه ايه مبتدع. شوف المصيبة التقيلة. لا تنشغل بغيرك، انظر الى عيوب نفسك. لو انت انشغلت بنفسك يا اخي، انشغلت بجهلك وتقصيرك، انشغلت بسفهك وحمقك، لو انشغلت بما يعنيك بإذن الله تبارك وتعالى سنقطع المفاوز ونقترب إلى الله عز وجل. لكن تقعد تنشغل بغيرك، هذا الأمر يضرك، هذا الأمر يضرك. لا تنشغل بغيرك وانشغل بما ينفعك.